السلام عليكم، عندي سؤال. تي اس اتش لما يكون هابط معناتها نقص غلوف مثلا 0.08، هذا سؤال يعني للمرضى اللي يتبعوا على الغدة الدرقية، وسؤال ايضا ليزيتيديون ولا لي ميدسان جينيراليست لما يكون عندنا تي اس اتش هابط. يعني عندك مريض درت له ان بيلون، عندك مريض درت له ان بيلون ودرت له تي اس اتش وخرج 0.08، واش هو لو دياغنوستيك؟ كل واحد راهو هنا يقول لنا واش هو لو دياغنوستيك. داكور، دونك على بالي بون الفيديو بزاف راح نشوفوه من بعد. دونك لو دياغنوستيك راح يقولوا لي هنا بزاف تي اس اتش هابط معناتها فرط نشاط الغده الدرقيه هايبر تيرويدي، وهذه الاجابه خاطئه. داكور، هذه الاجابه خاطئه. لما يكون عندك تي اس اتش عند واحد مع لبن جميله كان مرض الغده، ما نقدروش نديرو لو دياغنوستيك. دونك لازم علينا نزيدو الاف تي كات، هذه على الاقل لازم على الاقل نزيدو الاف تي كات. داكور، ومن بعد الاف تي كات هذا يقدر يكون نورمال ويقدر يكون طالع. لما يكون نورمال دونك نسميوها هايبر تيرويدي فروست، ولما يكون طالع دونك خلاص هنا سيون هايبر تيرويدي فرانش باينه بيريفيريك. دونك سي بون، فوالا، دونك هنا سي بون باينه فرط نشاط الغده الدرقيه. كاين حاله يعني تري غار وين تي اس اتش هابطه والاف تي كات يكون هابط، هذا حاجه واحده اخرى، هذا سي ليبوتيرويدي سنترال. سي بور سا بور لي ستوديون لي ميدسان جينيراليست جامي ويلا نديرو ان دياغنوستيك على تي اس اتش وحدها. علاش راني نهضر على تي اس اتش؟ باسكو جاتني مريضه من ايطاليا، يعني هي جاتني من ولايه من الشرق، تسكن في ايطاليا، وجات تتبع الغده الدرقيه ولقيت بعض المغالطات في الدوسي تاعها. دونك حبيت نوضح برك للمرضى اللي عندهم فرط نشاط الغده الدرقيه. ما تنسوش يا جماعه الخير انكم ديروا تصويت على احسن صانع محتوى، على بالي كاين بزاف اللي راهم مشاركين، وربي يوفق الجميع. ما تنسوش ايضا تشاركوا في القناه من فضلكم. خلاص درنا لو دياغنوستيك، نبقاو الان نروحوا للنقطه الثانيه اللي هي فرط نشاط الغده الدرقيه. لما خلاص درت لو دياغنوستيك تاع هايبر تيرويدي، واش اللي بقى لنا؟ لازم يكون عندنا لو دياغنوستيك ايتيولوجيك، معناتها واش هو السبب، لانه كاين عده اسباب من فضلكم. داكور، طبيب يعني المعالج يقدر يعني يبدا العلاج، معليش، بصح لازم دائما نديرو في بالنا لازم نلقاو السبب، لانه كاين عده اسباب. كاين هايبر تيرويدي ترانزيتوار، يعني تقدر تكون مرحليه مؤقته على جال عده اسباب، فيروسات وما شابه ذلك، تقدر بعد الحمل. دونك كاين عده اسباب يعني بروفيزوار، بصح كاين لي كوز كرونيك، وخاصه الاسباب الاكثر شهره هو لا مالادي، هي لا مالادي دو باز دو، هي لا مالادي دو باز دو، وعندنا لو غواتر نودولير ولا ميتي نودولير توكسيك. فوالا توكسيك. بون كيفاش راح نديرو هنا لو دياغنوستيك ايتيولوجيك؟ عندنا زوج حوايج لو ميدسان يفا ديسيدي. انا راني نعطيكم فقط المعلومات، بصح سي لو ميدسان كي فا ديسيدي، وقلت لكم يقدر يبدا العلاج قبل ما يدير هادو، سوني باز اون فوت اننا ندومونديوهم ابخي، مي من المستحسن اننا نديروهم في البدايه. دونك عندنا لي زونتيكور هادو جد مهمين، لازم نديرو لي زونتيكور. داكور، دونك لو ميدسان على حساب ليكوغرافي، داكور، على حساب ليكوغرافي، باسكو يكون عندنا هنا دياغنوستيك ايتيولوجيك. دونك واش راح نديرو موراها ديريكتومون؟ سي ليكوغرافي تيرويديان. ليكوغرافي تيرويديان تبين ولا كاين ان نودول توكسيك ولا ما كاينش. بون تبين لكن كاين نودول توكسيك ما نقدروش نعرفو، يعني الا كان راهو يخدم بزاف ولا ما يخدمش، هذه تبان بلا سنتيغرافي. دونك نرجعو ليها، وتقدر تبين لنا في اغلب الحالات لي كا دو لا مالادي دو باستو. داكور، دونك عندنا لي زونتيكور، بيان سور راح ندومونديو لي زونتيكور انتي تي بي او، لي زونتيكور انتي تي جي. بصح الاهم الا كان شكينا بلي كاين المالادي دو بازو، لازم نديرو لي زونتيكور انتي تي اس سي. داكور، هادو يساعدونا اننا نعرفوا شحال راهم في البدايه تاع لا مالادي دو بازو، وراح يعاونونا في لافان الا كان نقدروا نحبسوا الدواء ولا ما نحبسوش. كملوا معايا باش نعرفوا في الاخير واحد المعلومه جد مهمه.
بصح اذا كان لقينا في ليكوغرافي دي نودول دونك ممكن اننا عندنا ان غواتر توكسيك في بعض الحالات يقدر يكون اسوسياسيون غواتر ملتي نودولير باز دويفي دونك هنا حاله خاصه مي باش نعرفوا اذا كان ستان نودول توكسيك لازم علينا نديروا سكون ابل لا سينتيغرافي. لا سينتيغرافي راهي جد مهمه في بعض الحالات. لا سينتيغرافي تيرويديان تبين لنا ولا كان نودول توكسيك ولا لا لا، باسكو الا كان نودول توكسيك اعرف باللي الدواء راح يكون افي الا كان ما درناش اوبيراسيون، ولا كان عندنا نودول توكسيك يعني عندنا بعض الاحتياطات نديروها. تري بيان، هذا باش نعرفوا لو دياغنوستيك. تري بيان، اسكو عندكم اسئله؟ نكملوا. اوكي دونك نروح لواحد لواحد المعطيات، وهذه هي البرينسيبال على جال هدرت الفيديو. نقولوا مثلا واحد عنده مالادي دو باز دو، عنده تي اس اش هابط، شتو كيفاه تلقاه؟ تلقاه انفيريور 0.05 مثلا، وتلقى الاف تي كات طالع مثلا نقولوا تلقى 78، هو لي نورم الماكسيموم مثلا 19. نبداو العلاج، الميديسان يبدا العلاج داكوغ، راح يعطيك لو كاربيمازول، راح يعطيك لو كاربيمازول. S'il vous plaît, pour les médecins, les médecins généralistes, les dire ou le mutabaa, ou les dire le patient par la suite, ils connaissent bien l'endocrino, on va lui demander la vitae, ou la jah pour une grippe, ou la jah la haja, et qu'on lui rende les analyses, ou alors il chope le doigt, carbimazole, ou alors il chope le doigt le carbimazole, et qu'on lui rende les TSH. هنا خطأ. داكوغ في البدايه، خاصة في البداية تاع العلاج، خطأ، خطأ أنك تطلب تي اس اش وحدها، دونك لازم تي اس اش بلوس اف تي كات، لازم في بداية العلاج، لازم في بداية العلاج، في بداية العلاج كيكون عندنا مالادي دو بازو، ميم تي اس اش، ميم تي اس اش، يعني في بعض الأحيان ما نسحقوهاش، باسكو كي نبدا لو كاربيمازول، كي نبدا لو كاربيمازول ولا البازدان ولا الميتيمازول ولا البروبيلكس، الناس اللي راهي تبعنا في الخارج. كي نبداو يعني 6 ولا 9 كاين اللي يشرب 12 حبه داكوغ، يعني تي اس اش تقعد بلوكي، تقعد هابطه لعده اشهر، وحنا نبدلوا الدواء على حساب الاف تي كات. واش هي الحاله اللي تقدر تصرى؟ هذا هو لو دونجي، هنا الخطر والخطا اللي يقدر يصرى، وصرات لي بزاف مع المرضى اللي يجيو لعندي، يعني يكونوا يتبعوا يعني في لا بيريفيري ويكون لو ميديسان ماشي متمكن من لا تيرويد. انه شوفوا هذه الحاله، هذه الحاله تصرى بزاف، دونك لو باسيون يشرب 6 حبات تاع الكاربيمازول ويدير تي اس اش ويلقاها 0.09، هنا تي اس اش مازالو هابط، يقول له مازالك في فرط النشاط، واش يزيد يدير له؟ يقول له طلع الدواء، علي اشرب 9 حبات. على بالك الاف تي كات في هذه الحاله يكون هابط، يكون مثلا 4 بوغ لي نورم تاع مثلا نقولوا 7-19، دونك هنا تي اس اش هابط والاف تي كات هابط بصح بالدواء، خلاص هنا سي اون ايبوتيرويدي سكوندار و تخاتمون، انا نقص الدواء، الدواء راهو خدم هبط لي الاف تي كات. هذه هي المعلومه الجد مهمه اللي لازم تركزوا عليها من فضلكم. لي ميتان جينيراليست لي زيتيديون كي نديرو المتابعة تاع ليبرتيرويديس وكاربيمازول باش نسقمو الدواء تاعنا، لازم نعسو لو اف تي كات، باسكو مالغري تي اس اش هابطة والاف تي كات كيعود هابط، معناتها الدواء راهي خدمت بيان. دونك انا هنا الغلطة دارها الطبيب، طلع من 6 ل 9 الوغ كو نورمالمون نهبطو من 6 ل 4 ولا ل 3، سما فرق عظيم، لأنه كي طلع ل 9 الاف تي كات هذا راح يزيد يهبط ل 0.0 والمريض ما راحش يتحسن اطلاقا، ويقدر يجيب عدة سنوات لأنه تي اس اش يطول باش يطلع. دونك من فضلكم بارتاجيو هذا الفيديو باش الناس تفهم بليك لو دياغنوستيك لازمنا ان دياغنوستيك ايتيولوجيك، هادوما لي زيكزامان رجعوا لبدايه الفيديو لازم يكونوا عندنا، ولازمنا كي نتبعوا العلاج تاعنا لازم نتبعوا بالاف تي كات لانه بها اللي نبدلوا لا دوز، ولما تي اس اش سي بون يرجع يطلع لتما خلاص نعسوا بالتي اس اش والاف تي كات. مفهوم ان شاء الله؟ ربي يوفقكم، بارتاجيو ماكسيموم وشاركوا في القناه، والسلام عليكم.